وأما الأذكار بعد الصلاة أو هو في السؤال يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة بصوت مرتفع فهذا بدعة، وتعالج هذه البدعة بالنسبة للإمام بأن يؤتى إلى الإمام بصورة اللبقة ويبين له أن ذلك ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من هدي أصحابه، أنهم بعد الفراغ من الصلاة يصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما المشروع بعد الصلاة أن يستغفر الإنسان ربه ثلاثا: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام، ثم يذكر الله تعالى بما جاء به السنة.